ترحب سويا بمحللي قنوات بين سبورتس رفيق صايفي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بك مهند. اهلا بك ريكا. اهلا وسهلا بك كابتن محمد. اهلا بك مهند وكابتن رفيق. اذا على بركه الله سنبدا سويا هذا الاستوديو، لكن لا بأس أن نشاهد الهدف الوحيد الذي سجل في دور 16 من واجهة كاب فيرد ومنتخبنا الموريتاني، وللأسف الشديد هدف كان من نصيب الكاب فيرد أو الرأس الأخضر، وبالتالي خروج منتخبنا الموريتاني من دور 16. لكن بعيدا عن هذا الخروج، مشاركة أكثر من رائعة تريكا بالنسبة للموريتانيين، وواضح التطور من أول مشاركة في مصر 2019 والأداء التصاعدي بالنسبة للكرة الموريتانية. المنتخبين اللي عندهم مشروع المغرب وموريتانيا على طول، انجاز مميز للكره الموريتانيه، وصول لدور ال 16 في المشاركه الرابعه على ما اعتقد، ثالثه تجربه كبيره، يكسب خبرات، لو الخبرات دي عاليه ما كانش الخطا الموجود في ضربه الجزاء. فاتمنى التطوير اللي موجود ده يدعمه، النتائج اللي ظهر بيها المنتخب الموريتاني يدعمه. احنا في الاول البطوله ما كناش بنطالب موريتانيا بحاجه بعكس المنتخبات التانية، فالنهاردة في فرقة بتخرج خروج مشرف، ترفع رأسها لفوق وتقول أنا خرجت، وفي فرق منتخبات تانية وهي خارجة تنزل كده. فالمنتخب الموريتاني هو خارج لازم يرفع رأسه. تجربة مفيدة، إنجاز تاريخي، نجاح، تطور، أتمنى التطور ده يستمر، وعلى البنية التحتية، على الأكاديميات، على اللعيبة المحترفة، على كل حاجة. فأتمنى إن شاء الله تجربة تفيد الجميع على المستوى الخبرة. كابتن محمد، الكوت ديفوار تدخل هذه المباراة بامتياز الجغرافيا وامتياز التاريخ، لكن السنغال تدخل بامتياز الحاضر، ليس أمام الكوت ديفوار فحسب بل أمام القارة بأكملها، هي الأفضل على مستوى القارة منذ انطلاق المشروع 2019 بالمشاركة هناك في جمهورية مصر العربية ولعب النهائي والخسارة أمام المنتخب الجزائري، ثم السيطرة على مستوى القارة الأفريقية في كل الفئات، كبار، ناشئين، عاليين، شباب، كل السنغال تقول استقرار، تقول مشروع من الشباب لحد الفريق الاول، والتتويج هو بتاع الفريق الاول. ثلاث مباريات في دوري المجموعات، 9 نقاط، دخل في مرمى هدف وحيد، فلازم اللعيبه تنزل على الارض. هنا سيسي اهم حاجه الجانب النفسي. ثلاث مباريات، 3 فوز، 9، هو الفريق الوحيد اللي عملها في دوري المجموعات، سجل 8 اهداف، ال8 اهداف يا مهند سجلهم 7 لعيبه مختلفه، هدف عليه وحيد. فانا اشوف ان هو من هو اعلى من اي منتخب شارك في البطوله حتى الان. بس دوري المجموعات حاجه وخروج المغلوب حاجه تانية. هتقول لي ليه؟ انا اقول لك جاي بسيناريو الشيطان. ايه سيناريو الشيطان؟ ايه هو؟ يقول لك فريق خرج ميت، هو فريق كوت ديفوار ميت، خرج من البطوله وجات له عجوبه يوصل من احسن افضل 4 توالد يوصل لدور ال 16 عليه يشكر المغرب، يشكر زياش، صحيح هو اللي خلاه في البطوله وهيلاعب حامل اللقب. فالمنطق يقول ايه؟ السنغال تكسب. انا مراهن على سيناريو الشيطان ان كوت ديفوار تكسب، ربما اكون مخطئ، انما المنطق يقول السنغال. انا بقى البطولات الافريقيه دي مختلفه شويه، وانا اقول لك ليه يا مهند. فرقه زي ما قلت لك، انت ما تخافش في كره القدم الا الفرقه من المنتخبات اللي عائده من الموت. هو خلاص مات في ماتش غينيا الاستوائيه، ده اتهرى، خد 4 والكل اتقلب عليه، الكل اللعيبه اتقلبت عليه، غيروا المدرب، عينوا المساعد، هوب يجي لك بقى ماتش يغير لك كل حاجه وعلى ملعبك. انت قلت الارقام ما بين كوت ديفوار والسنغال لمصلحه مين؟ كوت ديفوار. وخلي بالك بقى السنغال يا مهند في المشاركات بتاعتها في بطولة افريقيا ما بتعرفش تلعب الدوري المستضيف. كسبت مرة واحدة الدوري المستضيف مصر 86 وخرجت من دوري المجموعات برضه. ففي نقطتين انا ميل عليهم، ممكن ابقى مخطئ، انما انا ميل لكوت ديفوار مع ان المنطق يقول السنغال في كل حاجة. طب ايه معطياتك؟ ما انا قلت لك سيناريو الشيطان، ده الاحساس اللي عندي، ممكن ابقى مختلف. هو ممكن، اتفضل كابتن، ممكن يبقى في زي ما قلت لك ان الفرصة دي احنا خرجنا من البطوله عائد من الموت، غيرنا المدرب، اللعيبه هتغير في التشكيله، هتلاقي الجمهور موجود، هتلاعب حامل لقب، ممكن يبقى شكل مختلف. فالضغوط على السنغال مش على كوت ديفوار، الضغوط على السنغال مش على كوت ديفوار. الكل متوقع كام؟ ان كوت ديفوار يخسر والسنغال تعدي. حتى لو كان في كوت ديفوار الضغوط على السنغال، ايوه طبعا، الدوري المجموعات يقول لك كده،
المعطيات الثلاث مباريات تقول لك كده. فاحنا نشوف كل حاجه في كره القدم موجوده، واللي شفناه في البطوله دي غريب وضد المنطق. فهل ضد المنطق يستمر؟ هنشوف. طيب كابتن تريكه يضطرني ان اسال بشكل مغاير، لانني معذر ان تريكه انا اختلف معك، الاختلاف الراي لا يفسد الود قضيه. انا وجهه نظري ممكن ابقى مخطئ بالضبط، بس لو نقر بسيناريو الشيطان كما وصفه محمد ابو تريكه وانا الكوت ديفوار هي ستمر، هل هذا يعني بان تغيير المدرب في هذا الوقت الحساس قد يحدث رجة داخل المنتخب، قد يمس كبرياء اللاعبين الإفواريين وهم كلهم نجوم ويقدموا ردة فعل أمام السنغال؟ أم ممكن يكون هذه الخطوة من قبل الاتحاد الإفواري خطوة مستعجلة في إقالة المدرب الفرنسي جولوي غاسكي؟ أول شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الشيء الأول. ثاني شيء صحيح التفاصيل التفاصيل صحيح. قريت رواية العائدون من الموت، في رواية حلوة اسمها العائدون من الموت، يبقى أروح في كرة القدم راح نقرأها رواية إن شاء الله. ولكن خروج المغلوب، أنا أتفق مع تريكة، لأول مرة أتفق مع تريكة. وبعض الأحيان خروج المغلوب صحيح في فرق كبيرة حتى ولو بتاريخها وبألقابها وبجودة لعيبها تسمع لك الفارق، ولكن في مباراة اليوم أنا أرشح السنغال حتى ولو عارف وعندي إحساس صح راح تكون استفاقة، راح تكون ردة فعل من الكوت ديفوار، كان السنغال قوي. يعني أنت تتفق مع تريكة لكن ترشح السنغال. أقول لك أول مرة أتفق مع أبو تريكة لكن يرشح السنغال. ولكن أرشح له، هذا هو الغريب، لأن هذه بطولة غريبة، هذه بطولة غريبة. والمواجهة المرتقبة بين الكبيرين العريقين على المستوى القاري، السنغال حامل اللقب الذي يبحث عن الانتصار الأول أمام الكوت ديفوار رسميا، والكوت ديفوار للعودة من جديد في هذه المنافسة بعد أن مثل ما قال كابتن تريكة بعد زياش من أوصل الكوت ديفوار إلى هذا الدور، دور 16. لو كوت ديفوار تريد أن تتأهل لابد أن يكون هناك سيناريو، السيناريو أن السنغال تقريبا 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 المنتخب الوحيد كامل المواصفات بدون أي شائبة، إلا ربما المواقف الثابتة. لأن لو نرجع لمباراة الكاميرون كابتن، والهدف من الركنية والدفاع المنطقة الذي ينتهجه السنغال بقيادة أليو سيسي، تشعر أن هناك هذه النقطة وحيدة، لكن في كل الخطوط فريق متكامل. خلي بالك الجول بتاع الكاميرون أمامنا كان كسبان 2-0 والماتش مضمون الوقت اللي احنا قلنا اتفرجنا عليه، وقلنا ان كان في حصل تراخي نوعا ما. الادوار بتاع الخروج المغلوب لا مفيش تراخي. انا هاجي الكوت ديفوار عشان تكسب السنغال في بعض الحاجات المهمه. اولا لازم تسجل فيه الاول، لازم تسجل فيه الاول وده مهم. العامل النفسي مهم، التغيير والرجه دي مهمه، تغيير المدرب ده نقلت المسؤوليه على اللاعبين. حاجه خاصه تانيه بالاستحواذ، في البدايه لازم تستحوذ كوت ديفوار عشان تستعيد الثقة بتاع الجمهور. تك 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 الجمهور ده هيبقى معاك، فخد الثقة بتاع الجمهور تبقى معاك في البداية. الاستحواذ، تسجيل مبكر بدون أخطاء وبصبر، الحاجات دي لو استعملتها كوت ديفوار أعتقد إن هتصعب الأمور على السنغال. ماتش الافتتاح في غينيا بيساو كانوا مميزين، اللي كان العامل التميز لكوت ديفوار الثلاثة بتوع نص الملعب كان سنغال وكيسيه وفوفان، حتى في كراسو المهاجم كان ماشي كويس. غير بعد كده الماتشين التانيين تحس هم في حاجه غريبه حصلت، فقدوا الهويه بتاعتهم، فقدوا حاجه مختلفه. الهزيمه من نيجيريا هزتهم، فمش متوقع داخل الماتش غينيا الاستوائيه عاوز يكسب عشان يضمن الصعود فخد 4. فهنا الهزه دي انا على المستوى النفسي بتهز المجموعه ككل. في بدايه المباراه لازم تستعيد الثقه، استعادة الثقة بالثنائيات تكسبها، بالاستحواذ تك تك عشان تاخد الاستحواذ، تسجل الأول معنوياتك تزيد عشان تصعب الأمور على السنغال. دي الحاجات المهمة. التغييرات اللي عملها فاييل المساعد المدرب خد كلها عناصر خبرة. جراديل ما كانش بيبدأ، بدأه كيسيه ما كان يعني نوعا ما، حط سيري مكانه في نص الملعب، بعض اللاعبين كراسو اللي ما كانش بدأ المباراة الثالثة بدأه. فالتغييرات دي على المستوى الشخصي هتستعيد نوعا ما الثقه، لانها عناصر خبره، وعناصر خبره مطلوبه في مثل هذه المباريات.
في انعدام ثقه في هذا، هات نصر الخبره صدرها يجيبوا لك نوعا ما الثقه. فالبدايات مهمه، الاستحواذ في فتره اول ربع ساعه عشان تقدر تستعيد الثقه مره ثانيه، التسجيل المبكر. السنغال عشان تكسبه، انا لعبت السنغال عشان تكسبه اوعى تخاف منه، اوعى يحس يا مهند انه خايف من ان انت خايف منه. هم كان الجيل بتاعهم اللي بتاع زمان كان بيحب الاستعراض قوي، الجيل ده جدي قوي صلب، جيل مختلف، شخصيات مختلفه يعني كده تحس ان هم رجاله، تحمل مسؤوليه كبير، ضيوف، الحاج ضيوف كانوا برضه النجوم، انما دول مختلفين عنهم، اقل منهم فنيا بس كرجاله وتركيز الجيل ده يفوقهم نوعا ما. وبعدين حامل اللقب، من ذاق عارف، هو حامل اللقب فهيلعب نوعا ما بثقه. انا خوف من السنغال من التعالي في دلوقتي، عايش في السماء، كسب اول 3 ماتشات 9 نقاط، مسجل 8 اهداف، 7 لعيبه بيسجلين ال 8 اهداف، ما دخلش مرمى الا هدف وحيد، احنا في السماء. فخلي بالك انت بتلعب البلد المستضيف، عقده السنغال ما بيعرفش يلعب البلد المستضيف. تريكا، واريد ان اناقش فكره انتصار الكوديفوار على السنغال، وانت تحدثت عن تك وتسجيل الهدف الاول، هذا ما يعني؟ فهمني في التك. ما انا حاب نستوضح يعني الاستحواذ، التدرج بالكره، أيوة. البناء من الخلف، أيوة. الوصول للسنغال، صح؟ وانا وياك كنا مع بعض في مباراه الافتتاح، أيوة. وهذا ما كان امام غينيا بيساو، دخول فوفانا مع كيسي في العمق مع المهاجم مع دياكيتي الجناح، وايضا حتى الاظهره لو تذكر يطلعوا الى الامام، تقريبا يوصلوا لستة سبعة مهاجمين، صح كابتن؟ صح. تحولات سريعه اللي اضرت بهم امام غينيا الاستوائيه. ايوه، ما انا انت امام سنغال، طيب ماشي، ما انا قلت لك التيك تاك مش معنى ان انا اروح بستة سبعة مهند، في توازن، التيك تاك التدرج، كل مكان عددك انتشارك جيد وكل مكان العدد اللي بيوصل في التلت الهجومي كبير، الضغط العكسي بتاعك بيبقى ناجح بنسبه كبيره. ايه الضغط العكسي؟ اللي انا اول ما افقد الكره الاثنين الثلاثه اللي اقرب منهم يحاولوا ياخدوها او يعطلوا اللعب، فانت بتلعب فرقه كبيره، لعبش فرقه صغيره. الحاجه الثانيه الخاصه بالتيك تاك اللي انت بتقول عليها دي مسؤوليه مين النهارده؟ مين؟ مسؤوليه فوفانا، سنجاري، سيري، الثلاثه دول بتوع نص الملعب، لازم تحت الضغط يتصرفوا كويس. اوريه وكونان الظاهرين الشمال واليمين، اوعى الاثنين يطيروا، هم بطبعهم اظهره طائره، لا خصوصا كونان، ماشي، حتى اوريه فلازم يبقى في توازن، امتى تطلع وامتى الباك العكسي يستنى، وامتى الباك العكسي يطلع والباك اللي ناحيه اليمين مثلا اوريه يستنى، فدي التوازن. الاخطاء الدفاعيه ممنوع، الاخطاء قدام السار ولا ماني ولا ديال، الاخطاء دي هيجيبوا فيها اجوال، جايبين 8 اهداف، الاكس جي بتاعها كام؟ اقل من 5. الاكس جي في الثلاث ماتشات الاولانيين لمنتخب السنغال 8 اهداف من الاكس جي، الاهداف المتوقعه اقل من 5، فهم حاسمين، بيوصلوا بيخلصوا. عكس مين بقى؟ عكس كوت ديفوار، جايب هدفين من كام تسديده على المرمى يا مهند؟ من 46 تسديده، اكثر منتخب في 3 مباريات دور المجموعات وصل لاعبيه لمنطقه الجزاء وسدد غلط. 4% نسبه التحويل بتاع التسديد لاهداف، نسبه قليله قوي. فالنهارده لازم وانت بتوصل تنهي، بس تنهي بتركيز وبلاش الانانيه، لان بعض الماتشات اللي لما المهاجمين بيوصلوا بتوع كوت ديفوار كانوا بياخدوا الاماكن الصعبه عشان يشوط لنفسه ويسدد لنفسه، لا امتى سدد وامتى مره، الحاجات دي في الادوار في خروج المغلوب مهمه. الفرص اللي تجيلك حولها لاهداف، انت ما بتلعبش اي حد، انت بتلعب السنغال. فالبدايات مهمه، التيكي تاك اللي انا قلت لك عليها، والتيكي تاك مسؤوليه الوسط الملعب، الظاهرين امتى واحد يزيد وامتى الثاني يستنى، عدم الاخطاء، وفانا حارس المرمى لازم بيكون في حالته. طيب ممكن نشاركك بفكره مختلفه، ممكن تتفق ممكن تختلف، ماشي عادي. السنغال من اقوى المنتخبات في الضغط العالي، تحدث عن ديالو، سار، وماني اللي اتعلم من يورجن كلوب الضغط، ونوعيته مثل نوعيه اوسمان مهاجم، مش ممكن تكون الكرات الطويله حل بالنسبه للاوفوريل؟ طبعا حل، ما انا قلت بدون التك. لا، ما هو التيكي تاك دي او التك تك طريقه، في اسلوب مختلف، هو اللعب المباشر، العب على المحطه الاماميه، كراسو المهاجم يستند والثلاثه بتوع نص الملعب يجوا عليه، ده حل تاني.
كل الشكر لرفيق صيفي، أشكر كل الشكر لمحمد أبو تريكة. نذهب الآن إلى العاصمة ياما سكرو، إلى ملعب بشار كونان بانيه وأحداث الشوط الأول مع الزميل حفيظ الدراج. كما تابعنا تقدم السنغال في الشوط الأول على الكوديفوار بهدف حبيب ديالو. تريكة، هناك امتيازان للمنتخب السنغالي في الشوط الأول على حساب الكوديفوار، أو ثلاثة امتيازات بالأحرى. الأول، تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة، هذا الامتياز الأول. الامتياز الثاني، الانضباط الكبير من اللاعبين، تضييق المساحات، قرب الخطوط لبعضها، ما فيش ثغرة يدخل منها مهاجمو الكوديفوار. والامتياز الثالث هو البطء لدى مهاجمي الكوديفوار خصوصا في الثلث الأمامي. ونيجي للامتياز الأهم، إنه حاسب الفرصة اللي جات له جابها، مش فرصة ده نص فرصة. مانية عمل الكروس كويس، ديالو استقبلها كويس وحطها في زاوية صعبة على حارس المرمى. أول ربع ساعة السنغال أفضل، بعد كده الـ30 دقيقة الباقية كوت ديفوار أحسن. كوت ديفوار قدم 30 دقيقة، أفضل 30 دقيقة ليه في البطولة رغم أنه خسران. بس ينقصه إيه اللي ينقصه في الثلث الأخير؟ ينقصه نوعا ما التركيز، المساندة تبقى أكتر من نص الملعب عشان يبقى فيه خطورة. الوحيد اللي بيساند بس كراسول المهاجم هو فوفانا، انطلاقات فوفانا ومساندة فوفانا بس، غير كده مفيش خطورة. دفاعيا نوعا ما لقي توازن، فهجوميا لازم يبقى فيه كثافة. هنا حلوة قوي قوي، سند لنفسه في البداية، بداية مهزوزة لكوت ديفوار استغلها السنغال. عنده ماني ناحية الشمال، مش هتكلم أنا عن ماني، ماني مصدر الخطورة مع ديالو وتحركاته. فهدف نص، شفنا فرص تانية؟ اعتقد ما شفناش. دي نص فرصة خلقها ماني وديالو، ده اللي ينقص مين يا كابتن مهند؟ كوت ديفوار. واحد زي ماني، واحد زي ديالو، عشان كده السنغال متقدم. في الادوار اللي زي دي يجي لك فرصه، نص فرصه حط في الشبكه، غير كده الامور هتتصعب عليه. فانا اشوف بعد كده الامور نوعا ما السنغال اختلف، تراجع خطوطه الخمسه الاربعه واحد، مفيش مساحات ما بينهم، دفاعين اقوياء، مفيش حلول كتير قوي لكوت ديفوار. انما اعتقد البدايه هي دي البدايه اللي كانت عملت الفرق، العشر دقايق ولا ربع ساعه اللي بدا بيها كوت ديفوار مهزوز نتيجه الظروف اللي احنا اتكلمنا عليها. فانا اشوف ان هو نص ساعه مميزه، ينقصه بس المسانده الهجوميه تبقى اكتر من لعيبه نص الملعب، تركيز اعلى، مسانده لكروسوف المهاجم الكوت ديفوار ممكن تسجل. غير كده لو هتفتح زي ما انت، زي ما نص ساعه الاخيره، لازم يبقى فيه توازن، لازم يبقى فيه مسانده اكتر والتسديد على المرمى، شكل كوت ديفوار يبقى مختلف. انما البدايه المهزوزه هتكلفك كتير. ماني يستحق بطاقه حمراء ام لا؟ بالنسبه لي هو محظوظ انه ما اطردش كارت احمر. هو رايح على قصبه رجل سنجاري واضحه، لا وجهه نظري، مش عارف بقى كابتن جمال هيقول ايه، انما انا من وجهه نظري ان كارت احمر مش اصفر. كنت محظوظ يا ماني، انا بحبك على المستوى الشخصي، انما هتقول لي قلشت ما قلشتش، لا جت في القصبه تهور، كارت احمر، رجليه عاليه مش على الكوره. بص يا رجليه على الشنكار بتاع سنجاري، رغم انه غير متعمدة ولكن بطاقة حمراء. هذه بطاقة حمراء صحيح، حاول يلعب الكرة ومشات الكرة مع رجله، كان بطاقة حمراء. تحتاج اللجوء للفار لا كباتن؟ من المفروض الفار هو اللي يكلم الحكم، ليس الحكم. أظن أن الحكم شاف، حتى الحكم كأنه تعاطف بعض الشيء مع ماني، ولكن الحقيقة هي فيها بطاقة حمراء والله أعلم. وهنا يلام الفار وليس الحكم، الاثنين الفار يطلب يصححه من الحكم مراجعه، بس هي مش محتاجه، هو اقرب، هي قريب من الحاله مش بعيد يا مهند الحكم. فانا اشوف ان هو ما ايه قراره انه يدي اصفر بس، مع ان الرجل ماني عاليه مش على الكوره. فاعتقد ان دي من احد الاخطاء اللي كانت موجوده في الشوط الاول من وجهه نظر. هدف لهدف كما تابعنا، كما استمتعنا عبر قنوات بي سبورتس في هذه المواجهه التي تليق اولا باسم وحجم المنتخبين وعرفة البلدين كرويا هناك في افريقيا، كونهما من القوى العظمى الكروية، وأيضا يليق ببطولة أمم أفريقيا كوديفوار 2023 في نسختها 34، ويليق أيضا باسم النجوم الموجودة على أرضية ميدان شار كونان باني هناك بالعاصمة الإيفوارية ياما سكرو. شوطين إضافيين سنستمتع أكثر فأكثر مع هذه المواجهة الكبيرة بين السنغال الكوديفوار. ترك، هل بلغ اليوسيسي في التحفظ والمحافظة على الهدف، أم الأفورين كانوا أفضل من السنغال خصوصا في النصف ساعة الأخير؟ كوت ديفوار الأفضل، أجبرته إنه يتراجع. الخمس تغييرات اللي عملهم فايق المدرب غيروا شكل الفريق تماما.
بقى أسرع، بقى أخطر، بقى في محطات أساسية بيشتغل عليها في العمق. هالر موجود، محطتين شمال ويمين، بيبي ودينجر ناحية الشمال وناحية اليمين، محطات أساسية ما بيفقدوش الكرة. مع اختراقات كيسيه أعتقد أن الفريق بقى شكله أفضل بدنيا، هم أفضل، نهوا المباراة أفضل نتيجة الخمس تغييرات. عكس سيسي عمل التغييرين بس، عندك أربع تغييرات أساسية، نوعا ما الفريق قل من الناحية البدنية، وده تفوق فيه اللي بالنسبة لكوتوفار. اللي حل المباراة مهند كوتوفار بالحالة اللي موجود فيها، في روح موجودة عند الفريق، الصراعات الثنائية معظمها عندهم، السرعة موجودة، القوة موجودة، زي ما قلت لك المحطات الأساسية اللي بيشتغل عليها الفريق ككل غيرت شكل الفريق تماما، خاصة في الشوط الثاني. بقى في ريسك في التمريرات لأن في لعيبة بتنطلق في المساحات، بقى في ريسك في اللعب مباشر لأن في محطة بتسعى زي هالر بيقدروا يسندوا عليه. أضاف فأعتقد إن الشكل اللي غير شكل الفريق تغير تماما من الناحية الهجومية، بقى أكتر، صنع فرص كتير، ضربة جزاء مستحقة حوالي كثير، فممكن نص ساعة تانية نشوفها إزاي يتغير أو يتعامل الفرقتين المنتخبين. سيسي عندك أربع تغييرات لازم تستخدمهم لأن نوعا ما رتم الفريق قل. في تغيير وحيد بس الكوت ديفوار أعتقد ممكن يغيره ويبقى تغيير. شكرا تريكا. إلى حفيظة دراجة. ننطلق سويا لنشاهد الركلات الترجيحية، من سيتأهل لدور ربع النهائي؟ تريكا. 120 دقيقة من النار، قمة التعليق بالكرة الأفريقية، شفنا ندية، شفنا شخصية من كوت ديفوار، مدرب مؤقت في خلال مرن الفرقتين، مرن المنتخب بس تدريبتين فقط لا غير، وقدم لنا شخصية مختلفة عن ما شفناها في غينيا الاستوائية، ما شفناها في نيجيريا. النهاردة كان ند الحامل اللقب، مباراة كبيرة، التغييرات عملت الحاسم بالنسبة لكوت ديفوار، فجي بقى دور الحارسين مندي وفوفانا. فوفانا الاثنين الحارسين قدموا مباراة كبيرة وعايشين في المباراة، تصديات تحركات، فممكن هيبقى لهم دور كبير. كيسيه سدد ضربة الجزاء، أنا عادة ما بحبش اللي سدد أثناء المباراة يشوط تاني، هل كيسيه هيسدد تاني؟ أعتقد هيسدد، هتبقى النقطة هنا. بامبا التغيير الأخير بالنسبة لسيسيه منزله عشان ركلات الجزاء، عادي التغييرات دي بتحصل دايما، هم اللي بيضيعوا، ينزل 3-4 دقايق عشان ضربة الجزاء، لو سدد ممكن تضيع. فشوف ان الحارسين هيبقى لهم دور كبير، انما قمه 120 دقيقه قوه وسرعه من اول دقيقه لاخر دقيقه، احنا بعاد قوي. سنغال او كوت ديفوار ولا غيرت رايك؟ لا سنغال، ابقى سنغال. سنغال كوت ديفوار. كوت ديفوار. طيب سيناريو ايه كان قبل المباراه؟ كوت ديفوار وقدرتوا الساده المشاهدين كواليس بقى بتاع الاستوديو ده، الاثنين دول وانا بتكلم في بدايه الاستوديو تريقه، يقول لك ايه المجنون ده اللي بيرشح كوت ديفوار، وصول سنغالي، يقول لك ايه المجنون ده وسيناريو الشيطان، يقول لك عاوزهم يشتروا يا ابني، دي خبرات، اثنين ابطال افريقيا من هوا، اثبت يا اثبت رفيق، اثبت رفيق انت مهند، تبقى كره على كل حال، تبقى كره، ايوه دي كره قدم، ادي كره قدم، انما حلاوه كره القدم توقعات مستحيل فيها، مش توقعات يعني، في بعض الاحيان تصيب وفي بعض الاحيان تخطئ، ايوه بس انتوا النظره بتاعتكم انا عمري ما انساها، حتى في انتوا الاثنين يقول لك ايه المجنون ده، ممكن المشاهد الكريم ممكن تقريبا 80% يقول لك سنغال، وخاصه بعد البدايه للهدف الاولاني، رفيق راح عامل بقى جوه قال لي اشرب الاول، طب اهدى شويه الاول ماشي دي يلا عملها حيل، انما الشوط الثاني بقى حاجه ثانيه مختلفه، اول ربع ساعه سيطره من السنغال، وبعد كده التغييرات في الشوط الثاني، ضرب الجزاء بتاع بيبي بعد تمرير هالر، التغييرات المميزه، والفار مش محتاجة فار يعمل حاجة، وكيسيه حطها بمهارة كبيرة، وجينا بقى لضربات الجزاء الترجيحية اللي كان بيبقى فيها الحظ بيشتغل فيها بيبقى لها دور كبير، إنما ردة فعل قوية لكوت ديفوار، دي حلاوة كرة القدم يا مهند، إنها تديك فرصة تانية، شوف بقى منظر اللعيبة دي وهي خارجة بعد الخسارة من غينيا الاستوائية بأربعة، وإضاعة ضربة الجزاء بتاع الكتير للمدافع، وبعد كده المهارة الكبيرة الخمس مسددين لكوت ديفوار كانوا مميزين قوي، مع ان ما كنتش مع كيسيه انه يسدد، انما سدد وحطها بمهاره، كانت ضربه الجزاء الاخيره الترجيحيه بالنسبه لي، انما بيبي وكوامي وهالر واوريه وكيسيه حطوهم بمهاره كبيره بالنسبه للفريق، حطها في نص المرمى، وكل اللعيبه مهند بعد صفاره الحكم بياخدوا 5-6 ثواني وعارف هو هيشوط فين، هو ده القرارات، قرارات سريعه وقويه وكل حاجه، فدي حلاوه كره القدم زي ما قلت لك، ان دايما تبقى جاي من الموت، جاي من الموت بعد الخروج من غينيا باربعه، وقال لك ده خرج وبتلعب حامل اللقب وعلى ملعبك وغيرت المدرب، فردت فعل مميزه، دي حلاوه كره القدم،
تديك فرصه تانية تقول ان انت موجود. واعتقد ان رد فعل مميزه وروح كبيره للمجموعه ككل. لان كوت ديفوار يعني كل توقع السنغال باستثناء تريكا، لكن السنغال على حسب المعطيات على حسب السنغال حتى ابنك توقع السنغال صح ولا لا؟ مسخرتوني يا ابني بره الهوا. اقول كوت ديفوار تقوله انت ايه المجنون ده؟ ايه المجنون ده؟ ابنك توقع مين؟ ابني توقع السنغال. يعني سيفولي راح يفعل 10. ايوه امال ايه؟ اكيد اكيد يا انما مهند زي ما قلت لك انا يعني المدرب المساعد فايه هو رجل المباراه. سيبك ان هو تحمل المسؤوليه. التغييرات غير 5 تغييرات يا مهند وهو خسران 1، نزل هالر وكوامي وبيبي وادينجر 4 مهاجمين مرقه. بدايه التشكيله كانت خطا. لا هو زي ما قلت لك هو عمل المباراه جيدة. على مراحل. أيوة. بدا بالخبره، عناصر الخبره عشان يمتص الناس الموجود بالنسبه للفريق. فاعتقد ان عمل سيناريو للمباراه على مراحل ونجح فيه. صح. فهو مولد مدرب جديد تحمل طيب المسؤوليه. خليني اناقشك في فكره معينه. اتفضل. انت نصبت عريس الامسيه لإيميرس فاي مدرب الكوت ديفوار. اه لما كنت نشاهد في 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 البريك وبين الاشواط الاضافيه وحتى قبل ركلات الترجيح ان اليو سي سي هو من يعطي في التعليمات والكل ينصت لاليو سي سي. حينما تاتي الكاميرا على منتخب الكوت ديفوار اللاعبون هم من يتحدثون لبعضهم البعض، هم من يوجهون بعضهم البعض. احيانا حتى إيميرس فاي لم اشاهده، وكاني بها هي رده فعل للاعب الكوت ديفوار، لان لاعب الكوت ديفوار نجم، لاعب كبير بخبرات بتراكمات كبيره، كبرياء اللاعب الايفواري هو من تحدث في هذه المباراه. خلي بالك يا مهند ما تقدرش تقارن بين مدرب بقاله 7 سنين ومدرب بقاله 3 4 ايام. ده بقاله 3 4 ايام مرن الفرقه مرتين. هتقول لي سيطره كامله؟ لا مش سيطره كامله، مش زي سيسي. القصد ان مش عريس واحد، الكل، المجموعه كامله، البلد باسرها، بالجماهير كان وراء هذا التأهل. بس هو يتحط في المرتبة الأولى بالنسبة لي لأنه تحمل مسؤولية وأدار المباراة. سيناريو مميز صحيح، خصوصا التغييرات. بداية مميزة، تعامل مع نوعا ما مع التغييرات الموجودة، عودة بعض اللاعبين اللي كانوا مش موجودين أصلا في الصورة زي سيري موجود في نص الملعب ما بدأش ولا مباراة، قعد كسيه كان حلل وخد قرارات معينة. كومانسي السنتر باك الموجود بدا في المباراه وكان مميز. فدي مقدره لدى الشخص نفسه اداره المجموعه في ظروف صعبه تشوف لنا ال 120 دي ملحمه. انا بسميها ملحمه من روح وثنائيات وصراعات ورده فعل مميزه وتعامل مختلف مع الامور. خلي بالك انت ما بتلعبش اي حد، انت بتلعب السنغال، بتلعب حامل اللقب اللي من نص فرصه يقلب الدنيا عليه. وغير كده بعد الهدف المبكر اي حد تاني غير الخبرات والتعامل مع المدرب مع مجريات الامور تاخد 3-4 مستريح. انما هو قدر يلم الموضوع ويتعامل معه بتغييراته ويوصل للمباراه ركلات ترجيح. وبعد كده بقى هي كوكتيل مختلف او متوازن بين لاعبين وبين مدرب وبين جمهور وتعامل الجمهور مع رده فعل اللاعبين. خلي بالك يا مهند بعد 4-0 غينيا السويه الولاد دول اللعيبه دي كانت بتعيط على الدكه وخارجه بره. خلاص احنا بره البطوله. لما تجي لك فرصه تانية ان انت تبقى موجود في البطوله هيقاتل ومش هيبخل. وده اللي حصل النهارده. اللي كسبه النهارده التعامل اللي انا قلته ورده فعل الروح مسؤوليه. امال طبعا بيلعب للتيشيرت، بيلعب لمنتخب بلده. حتى في الخروج بتاع السنغال اللعيبه الموجوده المرميه على الارض ما فيش حد بخل من المنتخبين. انما تقول لي الكفه ترجح السنغال بما ان استقرار اكتر وثلاث مباريات 9 نقاط وثمان اهداف والامور مختلفه وخبره مختلفه وحامل اللقب. فالفرقتين قدموا لنا 120 دقيقه حلوه نفخر بيها ان دول الفرقتين دول موجودين في القاره الافريقيه. كره ايه وسرعه ايه وحلاوه ايه وبتاع ايه مش نوم. دول 120 دقيقه من اول دقيقه لاخر دقيقه بيجروا وتكالنج وموت نفسك. مش واحد بقى يقعد يتمشى ويقعد يعمل. يا راجل ده مانيه اكتر واحد قطع وعمل ادوار دفاعيه للسنغال. مفيش حد دلوقتي نجم، لازم النجم تلتزم بالادوار الدفاعيه والادوار الهجوميه. اول ما انت هاجم واول ما انت دافع النجم في الفريق وليس أيوة مع المنتخب في المنظومه ككلها. واعتقد ان الفرقتين قدموا لنا حاجه حلوه قوي. انا كنت اميل لكوت ديفوار ليه؟ سيناريو مختلف، سيناريو حلو يخلي الناس تبقى تشوف الكره بمنظور اخر، منظور الحياه المختلف، منظور بعد الياس في امل، منظور يأس ان الفرقه المستضيفه للبطوله تخرج وبعد كده تخش تحمل اللقب تكسبه وهيوصل للنهائي وبنسبه كبيره
ممكن ياخد، انا اتمنى المغرب ان شاء الله، انما بنسبه كبيره. والسيناريو اللي احنا بنشوفه يقول لك الفرقه دي وراها ان حسبه يلي مرشحين للبطوله من كوت ديفوار اللي كان ميت بقى اول مرشح من مستوى منهار الى مستوى ابهار. صح صح. وخلال 3 4 ايام هي مش عصا سحريه، هو مش سحر، هي الامور سهله. ايه السهله؟ اداره المجموعه وازاي تطلع احسن ما لدى المجموعه. اللعيبه دي من الاربع خمس ايام خسروا من غنى الاستواء 4. محمد هذه هو الفرق، رسالته وصلت. أيوة. للاعبين رده الفعل والمسؤوليه على خصوصا اللي لم يكن الخيار الاتحاد الايفواري. ايوه فدخل مباراه قاسوه في ظروف صعبه، قاسوه في عندما يكون مدرب وكانك رجعوه سريع، شككوا في امكانياته، وهذه هي اللي اعطت هذا المدرب هذا الرد. كان مساعد كان مساعد من المساعدين الموجودين. لا قاسيه. أيوة. لا نقصد لما راح قاسيه. أيوة. المفروض هو الخيار الاول. لا تم التواصل مع الاتحاد الفرنسي لاستعارة. صح. فهدي تمسه كإنسان وكلاعب. إنما قدم نفسه بشكل كويس. بالضبط. يعني تحرج الاتحاد الإيفواري. صح. تحضيره للمباراة، تعامله مع المباراة، قراءته للمباراة، التغييرات. فأعتقد إنه هو أدار المباراة بامتياز. ومش مع أي حد وضد أي حد. ده ضد السنغال حامل اللقب. فأعتقد إن هي شهادة ميلاد لمدرب جديد. هل هيحتاج محتاج الدعم والثقة؟ فالأمور هتختلف. المباراة دي كأن خلاص كوت ديفوار بدأت البطولة من أول وجديد، وهتبقى بشكل مختلف، والناس المنافسين هيخافوا منها تاني، عكس ما كان في قبل المباراة إن كله طمعان فيه. فالمباراة دي رجعت هيبة كوت ديفوار. لما يكون البلد المستضيف ويبدأ بهذا الشكل أو بيعود بهذا الشكل، أعتقد هيخيف الجميع. كذا نصل لنهاية هذا الاستوديو. أي إضافة؟ أي شكرا كابتن مهند. شكرا كابتن. شكرا كمان. منتظرك بعد الاستوديو. توفيق للمغرب ان شاء الله. توفيق المغرب. ومثل ما اعطت المغرب هديه لكوت ديفوار، ان شاء الله الكوت ديفوار كمنظمه تعطي هديه ونشوف المغرب ان شاء الله في النهايه مباراه ان شاء الله يا رب.